الادله والمستندات والتواريخ والفيديوهات. رجاله السوشيال ميديا دايما بيردوا على اي حد بيتكلم عن النادي الاهلي، فكل اللي بيتكلم عن النادي الاهلي او اي حد عايز يتكلم عن النادي الاهلي خلي باله، لان شكله هيبقى وحش جدا جدا جدا. معانا رجاله في السوشيال ميديا بيردوا بكل حاجه تتخيلوها، فيديوهات ماشي، تواريخ ماشي، ورق ماشي، صور ماشي، كل حاجه موثقينها وبنطلعها وقت اللزوم. معايا اتنين من نجوم السوشيال ميديا، فارس وكيشو، رحب بيكم. فارس ازيك كابتن عبد الحميد؟ شياكه بقى اهو. اقل حاجه كيشو لابس النهارده كرافاته وبتاع. او كيشو راح فرح. منورك كيشو. اهلا كابتن. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. كله تمام يا فارس؟ كله تمام كابتن. بصراحه احمد اسامه قال لي يا كابتن لازم تبوظ الحلقه. احمد هرب بره. انت عارف احمد اسامه بيحبكم قد ايه؟ هرب خلاص. وكمان كريم رزق الله والغمري وشادي. انا بقول يا جماعه هو يعني عشان الحلقه تبقى قدامكم كلكم، فمش عارف بقى مبصين عليكم ليه. لا حبيبنا ولا عشان اسامه سافر؟ لا ربنا يسهل يجي بالسلامه ان شاء الله. اسامه علام مننا فخد بعضه سافر. خايف؟ اه خلاص مش هينفع كده. تعالوا نتكلم الاول عن تاثير مباراه في السوشيال ميديا. تمام. الجماهير شايفاها ازاي؟ انت طبعا ادرى مني في السوشيال ميديا رواد. فقول لي الجماهير شايفه المباراه ازاي؟ ايه الاختلاف اللي هم شايفينه؟ ايه حلاوه القمه ال 117؟ طيب نتكلم الاول، لا صوت يعلو فوق صوت القمه. ايوه ايوه بقى. الجمهور طبعا بالنسبه له الديربي يظل في كل الاحوال، الزمالك فنيا حالته كويسه، الزمالك فنيا حالته متوسطه، تفضل مباراه القمه واخده طابع هي العيد الكروي بتاع كره القدم في مصر. تمام. طبعا حابب اقول حاجه بس في البدايه، البرنامج او الحلقات الخاصه بماتش القمه هي اسمها القمه 117. تمام. كون اسمها القمه دائما ان انت هتقابل منافس، هو المنافس التاريخي ليك شاء من شاء وابى من ابى، وكل احترامنا لنادي الزمالك، كره القدم في العالم كله هي منافسات بين الدربيات، طبيعي يبقى فيه بين الجمهور مناوشات، ولكن تظل متعتها في ان هي لا تتحول لفكره عداء او ان حد يبدا يضر الثاني. جميل قوي. فوده الروح اللي مسيطره، انا شايف لحد دلوقتي الامور متزنه جدا على السوشيال ميديا على فكره. وطول عمرها طبعا طبعا رغم الشحن اللي حاصل، بس لا الناس فعلا واخده الامور المره دي بالحتة الفنية أكتر وبهدوء وباتزان، وده حاجة مؤشر كويس جدا، وإن شاء الله نحافظ عليه كلنا، كل من في المنظومة الرياضية إن شاء الله نحافظ عليه. أكيد. كيشو زي ما قال فارس كده في نهاية كلامه، إن دلوقتي السوشيال ميديا بصراحة يعني في نضج غير طبيعي، يعني إحنا كنا غلطنا بصراحة في الماتش اللي فات اللي هو اللي أنهى سلسلة اللا هزيمة للأهلي في القمة. كنا إحنا بتدخلنا شوية القمة بغرور، إن إحنا كنا عاملين أرقام قياسية كبيرة جدا الموسم اللي فات، فكنا داخلين حتى على السوشيال ميديا وصلنا انطباع ان احنا خلاص احنا كسبين الماتش ومش فارق معانا الماتش، لكن دي كانت غلطه تداركناها المره دي. وبصراحه يعني انا مش شايف اي غرور او اي، لا احنا بنتعامل مع المنافس انه راجل او فريق محترم، فريق عنده تاريخ، والقمه المره دي متكافئه جدا جدا لابعد الحدود بصراحه، ان الفريقين عندهم منافس يعني فريق نقطه، ان انت منتهى التنافس، حتى ما فيش فتره طويله جدا، ما فيش دخلنا الديربي واحنا الزمالك متقدم. ربنا يسمع فرق نقطه كيشو، ربنا يسمع منك يبقى فرق نقطه. وفرق نقطتين يعني لغايه دلوقتي؟ لا ان شاء الله يبقى فرق نقطه ليه ده يعني. في فرق بين الثقه والغرور. والغرور اكيد دايما النادي الاهلي مش مغروره. احنا كلنا كناس منتمين للنادي الاهلي دايما بنتكلم بثقه. كنت لسه بتكلم مع كابتن كبير ربيع ياسين، بنتكلم قد ايه احنا واثقين في الفريق، دي حقيقة. قد ايه الفريق دايما طب. حتى كلام مؤرخ كمان ان طب. انت طول ما انت واثق في فريقك هو مش مخذلك ابدا. فمش عايزين نقول بقى غرور، او احنا من كتر الثقه ممكن تتكلم يعني. لا هو طبعا هو التاريخ يعني يجعلك تغر شويه، لكن انت استاذ تواريخ بقى يعني. لكن الـ بصراحه يعني في مؤخرا يعني حاله نقطه غريبه بصراحه، يعني الناس واثقه في فرقتها بس بتتكلم ان لا احنا محترمين منافس بالزبط. محترمين ان هو المباراه دي ان شاء الله هتبقى حاسمه في مسيره الدوري، وان شاء الله نفوز بيها ان شاء الله يعني. تمام. لو عايزين ندخل في نهايه المباراه ولا عايز تتكلم شويه عن السوشيال لا ميديا؟ لا نتكلم في حاجه، نبدا بقى انا وكيشو نختلف. مختلف في حته ان المباراه حاسمه. انا شايف ان احنا ما ينفعش ندخل المباراه بتفكير انها حاسمه، المباراه مهمه جدا ومؤثره بس مش حاسمه. انا لسه عندي 11 مباراه في الدوري ب 33 نقطه. انا اختلف معاك برضو في حته. تمام. سيبك كيشو. هو من اول ما جه اساسا القناه وهو من دي كتفك. قول لي 11 مباراه 33 نقطه،
الاهلي اصلا جه من بعيد، كان عندنا مؤجلات قدرنا توازن بعد الهزيمه من بيراميدز، احنا قدرنا 9 مباريات ب27 نقطه حققناهم، فده مقياس كل مباراه مؤثره. ما نقدرش نعتمد ان المباراه دي حاسمه، وما ينفعش ندخلها بفكر ان هي مؤثره ولكن مش حاسمه. انت ممكن تكسب الزمالك وترجع تتعثر الماتش اللي بعده. احنا رجعنا من الخروج من امام الوصل في البطوله العربيه تعثرنا قدام المقاولين، مع ان احنا كنا فاكرين السبيريت بتاع الفريق المفروض لا احنا هنبدا خلاص راجعين مركزين في الدوري وبتاع، بدانا نتعثر. ما ينفعش نستهين بمباراه، ما ينفعش نستهين بمباراه. فاعتقد ان نتعامل مع المباراه مؤثره وليست حاسمه. طيب هو فكره ما كنتش مختلف معايا، لا انا ما كنتش مختلف اصلا، انا فعلا يعني بعكس ده اصلا قلت كده مباشره بعد نهايه المباراه اللي فاتت للاهلي، ان احنا قلنا ان احنا فعلا المباراه دي هي بتكلم في حاسمها في ايه؟ ان انت نفسيا طبعا لو احنا ان شاء الله النتيجه ايجابيه للاهلي هتكون المباراه انت بتديك دفعه، يعني لاي اللي يفوز يعني طبيعي اللي يفوز، وانت احنا نتمنى الاهلي يعني اللي يفوز هتديه دفعه ان هو خلاص قرب للدوري، حتى لو كان نظريا فعلا المباراه لو انت كسبت وبعد كده تعادلت بعد كده خلاص ما عملتش حاجه، لكن ان شاء الله تكون حاسمه في فوز الاهلي الدوري ان شاء الله. هقول لك انا بقى موضوع حاسمه ومؤثره. تمام. احنا كلاعيبه اهلي او انا طبعا كان ليا الشرف ان انا انضميت لاهلي حتى لو فتره قليله، لكن كل المباريات يا فارس يا كيشو كنا بناخدها مباريات حاسمه وليست مؤثره. كنا بناخد الماتش من اول الدوري ان ده اللي هيجيب لنا الدوري. ثاني الماتش هو ده اللي هيجيب لنا الدوري. وعشان كده الاهلي 40 كل المباريات مظبوط طبعا. طبعا دي فلسفه البطل على فكره في دوره رمضانيه طبعًا. حتى لو رايحين نلعب ماتش ودي هو نفس الروح ونفس الاصرار ونفس العزيمه ونفس الشكل بتنزل اي مباراه. خلي بالكم يا جماعه دي مباراه حاسمه، مفيش مباراه. حابب اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. مستر مانويل جوزيه كان جوزيه مورينو اتكلم في حته ان هو عنده فلسفه انه بيفضل يضغط على مجموعه اللاعبين اللي معاه في مختلف البطولات لحد ما بيبقى بشكل او باخر بيحرقهم، هو حتى كتب كده. فانا كان بالنسبه لي بشوف ده عمليا مستر مانويل لحد نهايه الموسم بيكسر بيلعب باللعيبه الاساسيه عشان يكسر ريكورد. انا كنت شايف ان احيانا الريكورد ممكن ما يكونش ده اهم حاجه على حساب ان انا بلعب في كذا بطوله. فحاولت اوصل لاجابه السؤال ده، وصلت لاجابه كويسه جدا من خلال مستر مانويل. مستر مانويل كان بيحاول يوصل للاعبين دايما ان كل الفرق لازم بتلعبها بكل طاقتك بكل قوتك بكل احترامك ليها. فكره ان انا اريحك ان انت بعد ما حسمت البطوله بدات تريح بفتره كبيره جدا، ده هياثر على بطولات تانية وهياثر على عقليه ان انا كل مباراه بنزلها باقوى حاجه عندي باقوى فكر ان انا لازم احقق البطوله. ودي فلسفه انا بحترمها جدا. لازم يبقى في روتيشن ومدوره، بس مش على حساب ان انا ابدا احسس الفريق ان في ماتش مهم وماتش مش مهم. برافو عليك. بس فايز برضو. بس معلش بقى اختلف انا معاك المره دي. لا لا هنختلف وفي النهايه هنعمل لبعض بلوك. لا لا حبيبي يا باشا. واللي فرحان طبعا احمد اسامه هو اللي مسخننا على بعض. لا سواء احنا فكره اللي هو طبعا هو كان معتمد على الجيل الذهبي طبعا، بس طبعًا. في نفس الوقت اكيد كلنا فاكرين في 2007 ريح الفريق واصلا بالعكس ده كسر ريكورد. مزبوط. يعني هزيمه الاهلي في 2007 من الزمالك 2-0 خلت الاهلي كان المفروض اخر هزيمه فعليه منه من الزمالك كانت 2-1 اللي هي في اخر ماتش في الدوري 2003-2004. بعدها الهزيمه الاخيره اللي هو لولا الهزيمه دي كان الاهلي يقعد 24 او 25 ماتش، باعتبار انه لو مفاز لو 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 خسرش الماتش ده هيقعد 25 ماتش، وده ريكورد تاريخي ما حصلش. مزبوط. يعني الريكورد كان هيبقى هو دلوقتي الريكورد 16 ماتش، لكن لو هو لولا ان هو اصلا فضل مصلحه الفريق على ان هو يكتب رقم قياسي لنفسه برده، لانه يعتبر ده لنفسه هو، وبعدين اصلا هو سبحان الله برده هو عشان هو ريح الفريق جم بعد كده اخذوا رقم قياسي ثاني 5 فوز متتالي. يعني برضه هو هو ادى رايح الفريق منهم كان بدايته اللي هو في كاس مصر، نهائي كاس مصر اللي كان بعديه على طول بعد ما رايح الفرقه. يعني ادافع عنك ولا تدافع انت؟ لا ندافع مع بعض بقى. ندافع مع بعض. طب ادافع انت ولا ادافع انا الاول؟ لا انا بتكلم على فكره البطولات. مستر مانويل ما كانش بيفرق، ما بيحسكش ده ماتش مهم وده مش بطوله مهمه. انا بتكلم خلال المسابقه نفسها، يعني انا بتكلم فكره الروتيشن. لو انت بتبص دلوقتي بتحس ان جوه البطوله نفسها. انا مش بتكلم بعد ما انت حسمت خالص. لا بعد حسمت خالص. انا بتكلم فكره ان هو بيضغط في كل المباريات بنفس القوه. في فلسفه كتيره للمدربين. اللي كان ماسك المباراه. فالمقصود حضرتك خدت بالك انا قصدي ايه جدا. هو كان بيعتمد على فكره انا ما بحسش دايما بيتعمل الروتيشن في ماتش، انا حاسس ان المباراه دي اسهل شويه، الجبهه دي ممكن مش هحتاج العب بافضل مثلا لاعب فيها عندي، ممكن ادخل بديل. مستر مانويل لحد ما يحسم البطوله يعني خلاص، يعني معلش يعني فحت رد ادي مفيش خلاص انا المنافس اللي هيجي لي هقطعه. فدي كان انا بحترم الفلسفه دي على فكره في اي مدرب. دي حقيقه.
ازاي السوشيال ميديا تعمل جو من التهدئه بين الجماهير، جماهير الاهلي وزمالك او الزمالك والاهلي؟ احنا قلنا دايما اللي بيوصل الموضوع هادي او اللي بيوصل فيه منافسه شريفه جدا او اللي بيشحن ايجابي اهلا وسهلا بيه، ودايما بيكون من مسؤول. احنا طول عمرنا كاتجاه اهلاوي دايما بنشحن في الايجاب، ودايما بنشحن وبنقول على اهميه المباراه واحترام المنافس نادي الزمالك واحترام الجماهير الزملكاويه مع الجماهير الاهلاويه، ده واجب علينا كلنا. ودايما بنقول في اخر حلقه هنا ان كل الجماهير في الاول وفي الاخر اخوات، مناوشات بتحصل، ده طبيعي جدا. انا اكسبكم هتكسبونا، فاكر لما كسبناكم 6-1، فاكر لما كسبناكم مش عارف كام، بس احنا طبعا كسبناكم اكتر بكتير. ففي الاول وفي الاخر بنقول للجماهير اخوات، ومفيش حد هيقدر يفرق بيننا، وده الجو السائد في الشارع الاهلي. مظبوط. وطبعا انت موثق، انا دايما في التوثيق باجي لك. هو السوشيال ميديا بصراحه الاهلاويه اكثر اتزانا واكثر هدوءا واكثر احتراما في لغتها، في العموم طبعا، بس بتكلم هو يعني التعامل مع الاهلي، الاعلام الاهلي هو يعني سبحان الله في كده موروث اهلاوي، ان هو في هدوء، في نبره احترام. انا عمري ما هنزل لمستوى ان انا اهين في اللي قدامي واحاول اعمل فيه زيف اخبار عنه عشان اضربه. هو الحقيقه في اخبار حقيقيه اصلا من غير التزييف، يعني بالزبط. يعني هو زيف اخبار عشان تضرب الخصم، احنا ما عندناش الحاجات دي خالص. وحتى الاخبار الحقيقيه مش بيديها الاهتمام اللي هم بيدوا الاهتمام بالفبركه بتاعتهم يعني. بالظبط. ندخل في جو الماتش. ندخل. شايف القمه من 117؟ شايف القمه باجواء ماشي موسم 96 الزمالك. قول لي ليه؟ الزمالك عنده فريق محترم جدا قوي فنيا، ما ينفعش ننكر ده. دي النقطة الأولى للفوز، إن احنا ندرك قيمة الزمالك الفنية. موسم 96 الزمالك كان عمل فريق الأحلام، كان موجود كابتن أشرف قاسم، كابتن خالد الغندور، كابتن إسماعيل يوسف، جاب أحمد الكاسم الأولمبي، قاسي سعيد، كان في أنباء أساسا وقتها والكلام إن هو يروح بايرن ميونخ جاز الزمالك طبعا، وكان في ناشئين محمد صبري، حازم إمام، فطبعا كان جيل محترم. فطبعا الاجواء شبه ده في ايه؟ ان الزمالك كان عمل موسم كويس جدا، ثقه بالنفس، تصدر، الزمالك كان فعلا مركز فنيا، لكن الاهلي كعادته تركيز، عندي هدفي مش هتهز لان المنافس كويس، ودي مهمه جدا. في فريق المنافس بتاعه كويس هو نفسه بيبدا يتصدر له الازمات، الاهلي لما بيبقى كويس المنافس بتاثر. فكرة ان الاهلي لو هو نفسه كويس هيفضل مكمل في التارجت بتاعه حتى لو المنافس كويس، بس هو هيفضل مسيطر على نفسه ان هو يحافظ على اكتر وقت ممكن ان هو كويس. الزمالك بيختلف شوية في الحتة دي، مجرد ما الاهلي بيبدأ يقرب، مجرد ما الزمالك بيبدأ يتهز. ممكن نبسطها نقول الاهلي شاغل نفسه بنفسه. صح. انا شاغل نفسي بالاهلي بس. صح. ما ببصش لغيري. صح. انت وصلت في الموسم ده المباراة النهاية الدراماتيكية يعني في الموسم، مباراة 2-0، حسام حسن بيسجل الهدف الثاني، الزمالك بينسحب طبعا، جاء كابتن نبيل محمود بعد كده قال كرسي في الكلوب، الكره ما فيهاش حاجه بس كرسي في الكلوب يعني. فانت قدرت تحقق هدفك. انا حاسس الموسم ده بنفس الاجواء، الزمالك عنده فريق محترم وانت بدات تركز، بس ان شاء الله باذن الله المباراه فنيا احنا من مصلحتنا نشوف مباراه كويسه. وانا واثق في الاهلي، في الوقت اللي بيبقى الزمالك كويس فيه الاهلي بيبقى مركز اكتر كمان. احنا كنا عرضنا موضوع كرسي في الكلوب ده، بس مش عايزين بقى نقعد نعرض كل شويه. لا مش هنعرض. لا 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 احنا بنستشهد بس انا قلت لك حتى فين فيديوهاتك وحاجاتك، قلت لها مش كل مره بقى اجيب فيديوهات لكن يعني دايما في نبره احنا مظلومين تحكيميا وبنتجه للحكم الاجنبي، والاهلي اوقات كتير جدا جدا بيكسب برضه بالحكم الاجنبي. الاهلي موضوع التواريخ والحاجات دي انت ادرى مني فيها. الاهلي معظم يعني الماتشات اللي فاتت الزمالك فاز على الاهلي في الدوري لاول مره من 12 سنه بحكم مصري، يعني الزمالك يحتاج لحكم مصري عشان يفوز على الاهلي يعني. لكن اللي عايز اقوله ان فعلا الماتش الجاي فعلا انا متحمس ليه ومتفائل، وعايز اصلا اهداف من الفرقتين. يعني انا عايز اشوف ماتش حلو، واتوقع ان هو يكون فعلا اهداف الفريقين، وطبعا هنتمنى ان احنا نكسب وهيب سكور ان شاء الله. نعم. متوقع الماتش ده ازاي؟ اللي هو يكون حماسي، الفريقين مش خايفين من بعض، محترمين بعض، وعايزين كل فريق عايز يثبت ان هو لا انا احق بالدوري وانا اقرب ليه. الفريق يعني الزمالك دلوقتي يتفوق نسبيا هجوميا، طبعا رقميا افضل من الاهلي، لكن في نفس الوقت الاهلي رقميا افضل دفاعيا من الزمالك، ففي توازن. التوازن ده هنشوف بيه ماتش حلو، الفريقين مش خايفين من بعض،
ويعني المدرب الزمالك اصلا هجوم اسلوبه هجومي اسلوبه هجومي اكتر وحتى مش متحفظ قد كده يعني هو راجل بيحب يهاجم قد كده اكتر من انه يدافع فده هنشوف يعني ما بنشوفش الزمالك قبل كده كتير يعني الزمالك دايما بيحب ان هو يعني يستقبل اللعب اكتر ما هو اللي ياخد المبادره هو اللي يهاجم فاحنا المباراه دي هيكون في مع اسلوب المدرب مع اسلوب الاهلي التاريخي اللي هو طول عمره هو اللي عنده المبادره هو اللي بيروح هو اللي بيهاجم فهنشوف ماتش حلو ان شاء الله من الفريقين اللي هنتوقع ان شاء الله بالمكسب الاهلي ان شاء الله هو الحكم اعتذر ليه اسمه ايه الحكم يا حمد فينا تقول لي الاسم فوق رفشان ايرماتوف شفت الحمد لله فارس لا يا رفشان ده انت قلت لي حكم الحكم الاوزباكي حكم ممتاز جدا وانا كنت بفضل يعني احنا لو كان الحكم ده كان هيضيف جدا لانه حكم ممتاز عنده ثبات انفعالي طب ليه اعتذر عندك فكره لا ما فيش اسباب معلنه ولكن نتمنى ان الحكم اللي يجي يكون على نفس المستوى طالما انت بدات في اخبار ان الحكم ده كان فيه مفاوضات واحنا سمعنا ان كان فيه مفاوضات فعليه ان هو وكان قرب جدا لازم الحكم اللي يجي يكون على نفس المستوى اكيد الاتحاد هيسعى ان هو يجيب حكم يعني يليق بمباراه كبيره جدا مظبوط كان مباراه الاهلي والزمالك مش عايز فيها اي مشكله او اي خطا تحكيمي حتى طبعا هو اخطاء وارد بصوا الحكم واخطاء تحكيميه يعني مش عايزين ندخل في القصه دي خالص لو فاول بيعمل فيها حاجه غريبه الاهلي او الزمالك مش مستحمله المباراه لا طبعا لان كل فريق هيستنى ان هو لا لو خسرت دي مباراه مؤثره فلو خسرت هتعلق شماعه بالتحكيم فعلا مش عايزين اي شماعات الماتش ده ان شاء الله يعني كان دايما الكابتن طه بسر الله يرحمه ويحسن اليه والكابتن يحيى اسماعيل كانوا مدربينا في ام بي كانوا ناس عظيمه قوي بصراحه الله يرحمهم ويحسن اليهم كنا دايما نشتكي احنا كام بي بقى بص في الزمالك بيعملوا فينا الحكام كلها ناحيه الزمالك بص في الاهلي الحكام كلها جايه علينا عشان بنلعب الاهلي فدايما عنده مقوله شهيره جدا كان يقول لنا نسكت على طول انتوا جبتوا جوان والحكم لغاها اصل يا كابتن كنت اقول له اصل يا كابتن ما هو بيكتفونا في الماتش بيأيدونا ما احنا مش عارفين اساسا انتوا جبتوا جوان والحكم لغاها فنقول له لا فنسوا يعني بمناسبه امبي بس كده بمناسبه ماتش امبي ما هو برده اللي هو يعني الاهلي متهم بالمجامله التحكيم له ما هو الماتش امبي الاهلي وامبي الاهلي كان يكفيه التعادل حتى ياخد الدوري والاهلي كان تمرير حكم ما هي ما ساعدش الاهلي في الماتش ده وانا كنت موجود فيه في امبي يعني فهو اللي يعني الحكام برده الاتهام الحكام بمجامله الاهلي مش موجود وليه في الماتش ده كان الاهلي بالتعادل بس اي بلانتي اي حاجه خلي الاهلي ياخد الدوري كان في التحامات في ال 18 كان ممكن لو في واحده لبرام سعيد ممكن فيها التحام لو انت عايز تجامل الاهلي كنت ممكن تجامل حاجه زي كده الاهلي فعلا بس يا كابتن اولا انا سعيد جدا بالجمله اللي حضرتك قلتها عقليه كابتن طه بصري كانت نموذجيه للامانه يعني احنا لما كنا بنتكلم فكره الزمالك تعرض لاخطاء تحكيميه بس الاهلي ما تعرضش في القمه كنا بنناقش فكره ان احنا نتكلم في فكره الاخطاء التحكيميه اللي تعرض لها الاهلي وجبنا ماتيريال كبير جدا يعني اشتغلنا على ماتيريال كبير جدا وقيشه يعني احنا تعبنا في الماتيريال ده وكنا عايزين نطلع بس احنا فكرنا في حاجه مهمه جدا كمان يعني انت بتستنزف فريقك بالتفكير ده جدا وبتجر فريقك لمعركه مش بتاعتك في النهايه انا حبين اخطاء تحكيميه وانت شماعات. واسهل حاجه انت هتنزل لعيب في الملعب مهزوم نفسيا مسبقا انا في اخطاء كده انا في تربص بيا اللعيب لازم يبقى مركز هو انا ما فيش احكام مسبقه ان انا هتظلم تحكيميا ده بياخد من اللعيب جدا هو اكتر حاجه فاتكوا بيها ان هو اتكلم معاكوا بالعقليه دي انت لو ركزت هو اداك اساسا المبرر ان هتيجي تقول له يا كابتن انا كنت وحش ما انا كنت متكتف في الملعب ما فيش حاجه اسمها متكتف في الملعب على كل الكلام انا بحييه يعني كان شخصيه عظيمه جدا بجد والله افتقدناها نموذج للزملكاوي الرزين حاجه قمه في الادب والاحترام طبعا كل حاجه بصراحه اتعلمنا منه حاجات كتير جدا الكابتن طه بصري عندك احصائيات ايه انا عندي احصائيات كتير انت عارف يعني انا عارف بس عايزين ندي فارس فرصه بقى انت عارف اكيد اكيد اديله فوق حوار صعب اديله فوق في احصائيه الحقيقه اول مره تتعرض يعني احصائيات عن نتائج الاهلي والزمالك في كل قرن او في كل عقد او عفوا يعني كل 10 سنين اللي هو العشرينات الثلاثينات هنبدا بالعشرينات اللي هو من سنه 1920 1920 لا واحنا هقولها بس كده هتقولها طب اوكي 1920 ل 1929 الاهلي والزمالك لعبوا 11 ماتش 1920 ل 29 يعني العشرينات الاهلي والزمالك لعبوا 11 ماتش الاهلي فاز 6 ماتشات والزمالك 3 ماتشات في الثلاثينات 33 ماتش الاهلي 15 ماتش فوز يعني الزمالك 9 الاربعينات 20 ماتش 9 فوز للاهلي و7 فوز للزمالك الخمسينات 27 ماتش 10 فوز للاهلي و3 فوز للزمالك الاربعينات اللي كانوا مقربين الزمالك والاهلي يعني هتشوف حضرتك بس كده بعد ما ناخد كده النظره عامه هنشوف الخمسينات
كيشو بص بيضحك ازاي؟ اللي هي اتقل وتقول للجمهور وتقول للجمهور مغرور، ما لازم الجمهور يبقى مغرور. بالارقام هتثبت، هتثبت بس في غرور الثقه بقى. في قلنا الخمسينات الستينات 12 ماتش 3 فوز للاهلي و5 فوز للزمالك، وده التفوق الوحيد يعني الاول والاخير للزمالك على الاهلي في اي عقد من العقود. السبعينات 12 ماتش 5 فوز للاهلي و1 فوز للزمالك. الثمانينات 22 فوز 22 ماتش 7 فوز للاهلي و5 للزمالك. التسعينات 23 ماتش 10 فوز للاهلي و7 للزمالك. الالفينات اللي هو من 2000 2009 دي بقى هي المعركه الاخيره 28 ماتش 14 فوز للاهلي و6 للزمالك. لما باجي بالنسبه للسته دول معظمهم اصلا من 2000 2004 يعني بعد كده اصلا ما فوزش غير 2007 يعني. تمام. 2010 2019 لغايه دلوقتي 22 ماتش 10 فوز للاهلي و3 للزمالك. ففي خلال قرن كامل 10 عقود تفوق 9 للاهلي مقابل عقد واحد للزمالك هو الستينات. وحتى وحتى التفوق ده كان الاهلي يسجل فاز في ال 10 سنين دول 3 ماتشات اللي هو اقل انتصارات للاهلي. في الوقت ان الزمالك اقل انتصار له انتصار واحد يعني قاعد في السبعينات انتصر مره واحده بس على الاهلي. فده تفوق يعني تفوق مؤكد اللي هو ان شاء الله اصلا يعني الاهلي فاز في اكتر يعني مره كان 15 ماتش في العقد الكامل. لكن اكتر مره للزمالك 9 ماتشات. 9 ماتشات. واحنا دلوقتي احنا دلوقتي في العقد ده 10 ماتشات وان شاء الله ال 11 يكون يوم السبت ان شاء الله. يا رب يا رب. لكن تبقى المباراه صعبه جدا جدا يا فارس. جدا طبعا. شايف صعوبتها فين؟ شايف صعوبتها في ان الزمالك عنده نقاط قوه لو قدرنا نلعب ان احنا نتجنبها، وعنده نقاط ضعف لو قدرنا نلعب ان احنا نستغلها هنحقق نتيجه ايجابيه. واعتقد لو زارتي اكيد درس الزمالك كويس جدا وشاف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف عنده وهيشتغل على ده. اهم حاجه ان احنا يعني نبقى مدركين كويس قوي ان الزمالك حاليا فريق مترابط في كل الخطوط، ولكن رغم ترابطه ده في الملعب عنده بعض الثغرات. زي ما كشو كان بيكلمك، الزمالك اقوى خط هجوم في الدوري 50 هدف، ولكن هو دفاعه اضعف من الاهلي. محمود علاء مسجل 12 هدف وصنع هدفين، مدافع طبعا بالنسبه رقم لاي مدافع رقم مهم جدا، بس في نفس الوقت عنده اخطاء في التمركز، عنده اخطاء في التغطيه. لما بتلعب على العمق وبتضغط على الاثنين السنتر باكس بتوع الزمالك بتبدا الاخطاء تبان، وهي دي بقى المناوره بتاعت لاسارتي. هيلعب ازاي؟ هيعمل ايه؟ ده اللي هنبدا بقى نتكلم عليه ونشوف ان شاء الله. ايه رايك؟ لا اتفق معاك. خليك معانا في الحالات الفنيه اللي عنده، ولا معاك احصائيات ثانيه؟ لا انا كان معايا احصائيات بس خليها دلوقتي، خلينا في الماتش دلوقتي نتكلم في الماتش. يعني انا متفق معاك طبعا اللي هو الزمالك اقوى يعني اقوى ابرز نقطه ضعف في دفاعه. فاحنا هنركز خصوصا اللي هو الجبهه الشمال، هو الجبهتين يعني الحقيقه، بس الجبهه الشمال النقاز، واكيد فارس هيعرض دلوقتي النقاز. احنا ممكن نستغله في يعني اللعب يعني ايه على النقاز بتاعتنا. احنا هنستغل الجبهه بتاعته، هي خصوصا هو اصلا عنده سن التهور شويه في يعني بس كده، احنا عايزين نلعب في 18 عنده سن التهور دفاعيا، ممكن ناخد بلانتي ان شاء الله واحده كده. قصدك النقاز ولا عبد الله؟ لا النقاز. تمام. وعبد الله برضو عبد الله دفاعيا بس بتكلم اللي هو دي تهور، دي سنه في نقاط اكتر من عبد الله. شايف نقاط قوه الزمالك فين يا كيشو؟ في خط الوسط طبعا يعني اساسي، يعني يعتبر صانع العاب بالنسبه لهم، عقليه مميزه جدا ولاعب تقيل، لاعب دولي، فاضافه حقيقيه للزمالك طبعا يعني. قول لي. طيب عبد الله جمعه عنده بعض العيوب الدفاعيه، ولكن انا مؤمن تماما ان بصمه جروس الفرديه هي على عبد الله جمعه. جوزيه مورينو برضو بيقول جمله جميله جدا، يقول انا مختلف معاك، اقول لك ليه بقى بس فيه. بعدين في عبد الله جمعه، هو في ناس كتير شايفه ان عبد الله جمعه اكتشف في هذا المكان. عبد الله جمعه فقط 50% من قوته كجناح بس ماشي كلاعب بلاعب. اصل انا ممرن عبد الله جمعه، اتمرنته كتير جدا في انبي، وعارفين كل الناس في انبي عارفه يعني ايه عبد الله جمعه فقط 50% من قوته عبد الله جمعه بس كويس. فعشان ماتش هو مع اني بحبه جدا جدا، هو صراحه يعني حبايب قلبي يعني، بس هو لعيب مميز واكيد في الجناح كان مميز. بس لو هنبص لحجم تاثير عبد الله جمعه وظهوره مع الزمالك، هل لو كان جناح افضل كان ظاهر تاثيره اكبر، ولا هو دلوقتي بيلعب فول باك؟ لا دلوقتي. وهي طبعا هي دي بقى الحته الفنيه، ما استغلش كويس جدا، او حتى حد استغله في الحته الهجوميه. ده تفكير المدرب، انا تمام. عندي احداد وعنده بديل، وعندي اوباما، عندي كهربا، انا قدرت احافظ للعيب من دول على مركزه واخلق مركز لعبد الله جمعه. جميل قوي. فهي ده اللي عجبني في جروس. فبقول لحضرتك جوزيه مورينيو كان بيقول فكره ان دور المدرب ان هو يصل باللاعبين لمستويات هم انفسهم ما يقدروش يوصلوا ليها
لو اعتمدوا على انفسهم بدون تطوير المدرب. انا اعتقد جروس شاف عبد الله جمعه بشكل مختلف. كمان عبد الله جمعه بعكس فكره ان هو عنده اخطاء دفاعيه، اكيد عنده اخطاء دفاعيه، بس هو مش اضعف نقطه في الزمالك دفاعيا. في ماتش جورماهيا الاخير للزمالك كان مش ماتش الذهاب، ماتش العوده، عبد الله جمعه كان من افضل لاعبي الزمالك دفاعيا في استخلاص الكره، ارقامه من افضل لاعبي الزمالك في استخلاص الكره، فهو اشتغل على نفسه دفاعيا. بعكس حمدي النقاز هو عنده مشكله دفاعيه حقيقيه. ماتش جورماهيا بقى للذهاب اربع اهداف في الزمالك، حمدي النقاز عنده اخطاء مباشره في ثلاث اهداف منهم. اعتقد معلول يقدر يشتغل على الحته دي كويس جدا، خصوصا الحاجز النفسي معلول متفوق فيه. ماتش النجم الساحلي 6 اللي كان موجود هنا، معلول صنع هدف، سجل هدف، حمدي النقاز مسجل هدف في نفسه في المباراه. معلول تفوق بكل الطرق الممكنه في المباراه دي، اعتقد ده هيبدا يستغله النادي الاهلي. احنا ممكن نعرض ارقام علي معلول معانا. جاهزه يا جماعه ارقام علي؟ ارقام علي معلول لو جاهزه نعرضها على طول معانا. علي معلول في رايي هو لاعب بيقدم كل ما تتمناه في لاعب الظهير الايسر الموسم ده. تمام. علي معلول شارك في 10 اهداف في الدوري، صنع 7 سجل 3، معدل عرضياته في المباراه متوسطها 9 عرضيات، استخلاص للكره 8 محاولات استخلاص بيقدر ينجح فيهم. رقم مش عالي لان هو واجباته الهجوميه في اكتر في المباراه الواحده. في المباراه الواحده عرضياته 124، ده على مدار الدوري. دقه التمرير 75% ودي مقبوله بالنسبه لمركزه، هو مش لاعب بيبني الهجمه في كلاعب ارتكاز، ولكن بالنسبه لمركزه هو تمريراته بيبقى فيها ريسك كتير جدا طبعا. علي معلول في ماب لو عرضناه في اماكن استخلاص، في اماكن استخلاص الكوره في النادي الاهلي في كل المناطق. هاتوا لنا يا جماعه الماب بتاعت علي معلول دي للفريق كله، متقسمه اماكن اماكن استخلاص الكره. هنيجي نكتشف ان علي معلول عنده هو اضعف حته في النادي الاهلي في حته استخلاص الكره. حتى فرجاني في الفيديو اللي كان بيتكلم فيه بيقول لمعلول هنستغل المساحه اللي وراك، هي دي 90 كره في المنطقه دي. طبعا هو بيشارك في المنطقه الاماميه بمساعده الجناح في استخلاص الكره، ولكن المساحه اللي وراه دي هي ليه اقل منطقه فيها استخلاص كره؟ لان هي اقل منطقه فيها ارتداد من علي معلول. دي محتاجة مساندة الجناح لعلي معلول، عشان كده هو التفكير اللي هيقابل سارتي المعضلة، هيلعب مين قدام علي معلول؟ أجاييه لاعب رائع جدا جدا، ولكن معدل فقده للكرة كبير جدا، فإن هي ترتد مع تقدم علي معلول ممكن يعمل لك مشكلة. علي معلول بيبقى فايق جدا جدا لما يكون رمضان صبحي موجود معاك جدا. رمضان صبحي أعلى معدل في لاعبي الأجنحة في النادي الأهلي استخلاصا للكرة دفاعيا. ولو رمضان صبحي استفاد حاجة من تجربة الاحتراف فهو الشغل اللي اشتغله معاه مارك هيوز في الحته الدفاعيه دي. رمضان قبل ما يروح كانت احصائياته مختلفه تماما دفاعيا. جميل. فعشان كده انا بتمنى رمضان يشارك قدام علي معلول. كمان الاوفر جدا والاوفر لابنج بينهم، كان في كلام ان هو رمضان بيقفل على معلول، مش حقيقي. رمضان دايما بيفكر يضم للعمق ويبدا يلعب على الجول، اول ما يشوف معلول وبيسيب مساحه لمعلول يطلع، وبيعملوا الاوفر لاب كويس جدا. أوكي. واتمنى اجاي يدخل بقى تحت مروان في الحته اللي هي الاتاك ميدفيلدر على حساب ناصر ماهر. على حساب ناصر ماهر، على حساب ناصر ماهر. بختلف فيها مع يلا بينا اختلف فيها مع مارس، اللي هو انا شايف ان هو اجاييه مهم جدا في حتى كمهاجم. يعني انا طبعا متفق مع فارس ان هو رمضان وجيرالدو هيكون الجناحين بتوعنا، لكن ناصر موجود وقدامهم نخلي مروان احتياطي ونخلي المهاجم اللي هو اجاييه، بحيث اجاييه عنده ادوار يعني حتى بيقدر ينزل ويفرغ مساحه، لان هو عنده ممكن دفاعيا مش ما عندوش ادوار كجناح طبعا يعني، لكن هو يقدر بيستخلص الكوره ما شاء الله يعني مغناطيس يعني في رجله يعني، ويقدر ومهاري يقدر يعدي، يقدر يحط نفسه في مواقف في ال 18 ان هو هيخطف هجم هدف من مره واحده، مش هو لان هو طبعا هو مهاري، هو لعبته حلوه اللي مسكته الكوره حلوه يعني، فدي هو عنده ميزه شويه خصوصا لو احنا مش هنلعب يعني مروان قيمته اللي هو يعني لو انت تلعب عليه تارجت اللي هو انت بتخليه في الكرات العاليه، لو انت تلعب كرات عاليه هو قدر يبقى محطه زي ما بيقولوا يعني، يستخلص الكرات ويوزعها على الطرفين، لكن احنا عايزين نلعب اللي هو ايه اسلوب اللعب استحواذ في معظم الوقت، فنلعب الكرة على الارض، فطبعا على الارض يبقى شايف ان هو اجاييه في المهاجم في البدايه نبدا بيه افضل يعني. وجهه نظر يعني فارس وكيشو بيختلفوا في وجهه نظر مين يلعب
سترايكر، هل هو أجاي ولا مروان؟ رمضان صبحي ولا أجاي؟ مظبوط. جيلاردو ولا رمضان؟ ما فيش اختلاف، ما فيش اختلاف عليه. لا، جيرالدو حاجز مكانه في رأيي. جيرالدو حاجز مكانه، وراجل مساهم في 5 اهداف مروان وهو في حاله معنويه عاليه جدا جدا. مروان مصر اون فاير وهو برضه في حاله معنويه عاليه جدا. هل قعد رمضان صبحي وهو اساسا مؤثر تاثير ايجابي نفسي خالص في مباراه قمه؟ اللي انا بقوله لحضرتك، في كل اللاعبين دول باستثناء ناصر ماهر، ناصر مؤثر جدا، ولكن الفكره مروان محسن اون فاير، مشارك ب 8 اهداف، سجل 5، صنع 3 في 554 دقيقة لعبهم، بمعدل مشاركة في هدف كل 69 دقيقة. مروان ما عملش الإحصائية دي من فترات طويلة جدا، هو بيتفوق على نفسه. وانت ما خسرتش أجاييه، انت اديت أجاييه الحرية ان هو كمان، انت عايز لاعب يلعب مباشر على المرمى غير ناصر ماهر. حضرتك متخيل مروان محسن تارجت وتحته أجاييه بيكمل بيلعب مباشر على المرمى، الكنترول بتاعه كويس جدا كمان، بيقدر يستلم تحت ضغط، هيساعدنا. ناصر ماهر ممتاز، ولكن في فترة انت بقى هتبدا تبقى عايز تدور فيها الكورة، مش هتبدا عايز تلعب بشكل مباشر على المرمى. انا بتفق مع فارس، فوجهة نظري هيبقى ضغط. وكمان احنا كمان قلنا، ما هو الموضوع كله مكمل لبعضه، الاستاتس لما بيكملها الواقع بتاع الملعب بتبقى مهمة جدا. وكمان كمان انا باكد على كلامك برضو، يعني لو غيرت رايك واحدة هنا انت عندك السلية ما شاء الله دلوقتي بيعمل بوكس تو بوكس حلو قوي جدا. فانت عندك الحته دي ممكن يملاها السوليه، انت عايز بقى حد بمواصفات أجاييه اللي هو بيستلم تحت ضغط، بيستلم بظهره، بيلف، بيلعب بيفنش الهجمه، بيلعب ونستغل نقطه الضعف في السنتر باكس. حلو قوي بالظبط، اللي هو الاختراقات طبعا تحت مروان طبعا، وعندك جيراودو، وعندك رمضان صبحي اللي لازم تستغله حالا. انا شايف لا طبعا رمضان اساسي في القمه ان شاء الله. يعني ناصر ماهر جدا وبعشقه جدا جدا، ناصر ممتاز بس وليه دوره طبعا، ليه دوره. وحسين الشحات ممتاز، وكل احنا عندنا عندك دكه هتبقى ان شاء الله. احيانا انا بشوف ان المدرب كمان حسين عنده كمان حاجه عايز يجرب في ماتش جدا. انا كمان احيانا بشوف ان المدرب لما بتبقى عنده حلول بيبقى اصعب من لما بيبقى متاح ليه عدد معين من اللاعبين. ليه؟ التفكير على قد ما هو الحلول الكتير بتفيدك، على قد ما احيانا تفكير المدرب في حلول كتير ممكن بيورطه. انت بتبدا عندك حلول كتير جدا، عايز توظف ده، عايز توظف ده، فاحيانا التوليفه دي ما بتكونش بقى شاطر يا فارس والشخصيه جدا. وانا اللي واثق فيه في لازارتي، منتظر فيه في كده، ومبسوط قوي ان هو عنده يشوف الدكه كده. يبقى انا عايز عندها مشكله في نص الملعب الدفاعي، يعني طبعا مش عارف بقى بعد الغياب اللي هو ليرفيد والاصابات اللي عندنا، فاظن ان هو فتحي هيكون هو البديل الافضل، او ده رايي بصراحه. فتحي هنتكلم على فتحي في نص الملعب، يعني هو فتحي نص الملعب. متفق تماما، احنا بدانا نتفق. خلاص اتفقنا. انا نفسي اشوف فتحي، لان يا ريت دايما بنقول لفتحي عنده ما شاء الله كذا رئه. ومستر لوسارتي اداه الشوط الثاني في شبين في المركز ده، اداه كديفنسيف ميدفيلدر. وبعدين فتحي عنده بقى الشخصيه بتاعه المواعيد الكبرى، ودي حاجه مهمه جدا. فتحي كان عامل ووتر اكيلس مصاب، بنلعب نهائي القطن الكاميروني في جروه، جوزيه بينزله ولاعب راجع من اصابه شهور. ليه؟ لان هو مؤمن ان شخصيه اللاعب ده تشيل ماتش زي ده، فده احنا محتاجينه. كمان فتحي في حاجه بقى، احنا بنتكلم على فرجاني ساسي، هو الكرياتور بتاع الزمالك، اهم لاعب. لاعب مش هنقول مان تو مان، انا اقول فتحي. لا، مان تو مان اصل فكره، انت بتراقب بالمنطقه اللي فيها اللاعب، مش مان تو مان. مان تو مان يبقى انت خسرت لاعب. اكيد مفيش مان تو مان بشكل كبير دلوقتي، خلاص خلصت. احنا بنتكلم فرجاني ساسي مسجل 6 اهداف، صنع 4. الاهم من ده ان فرجاني ساسي بيعمل حاجه صعبه قوي في كره القدم، هي هاو تو بيك ا باس. انت بتختار التمريره مش مجرد تمرير، بتتدرج بالكوره مش مجرد تدرج بالكوره، هو في اضعف مناطق الخصم. ولكن زي ما معلول قال برده في الفيديو اللي كان بينهم، وانا حابب الفيديو ده جدا، ويا جماعه الحاجات دي لذيذه والله العظيم. كره القدم كده، لما بتهاجم ما بترجعش. كره القدم فيها ده، هو ده الجميل بتاع كره القدم. علي هادي قوي جدا، لا وراسي وواثق شخصيه النادي الاهلي اداته الثقه. فالفكره الارتداد فعلا، فرجاني ساسي نقطه ضعفه الارتداد. وكمان في حاجه ما ينفع، مش تلعب على فرجاني ساسي وده مساسي وده مش مطلوب، عشان كمان اولا دي حاجه مش صح، ثانيا فكره ان انت هتاخد بطاقات تحجمك بقيه المباراه. لو فتحي راجل في لعبه، انما فكره الفاولات التكتيكيه، فكره دييجو سيميوني ارتكب فاولات تكتيكيه في مناطق انت هتشوف ان هي مش هتبقى بتسبب بطاقات ليك، ولكن توقف بيها فرجاني ساسي. فرجاني ساسي ما ينفعش ما يبقاش مضغوط، ما ينفعش يفكر، هو خيال
طول ما عنده الخيال هيبدا يتدرج بالكره بالشكل اللي هو عايزه، طول ما انت ضاغط عليه طول ما مش هيقدر يعمل فإحنا كده فاحنا مش هنخليه يفكر. احمد فتحي بالظبط او اي لاعب على فكره لو ما لعبش احمد يعني فتحي برضه عشان احنا نبقى عارفين ان اكيد عندك ما شاء الله نص الملعب اي لعيب ممكن يعمل كده. كابتن حسام عاشور بره، يعني احنا بنتكلم في تاريخ، تاريخ يمشي على قدمين حسام عاشور. حسام احنا مش عارفين مدى جاهزيته ايه، ان شاء الله لو شارك احنا نثق فيه. جداً. حمدي فتحي جداً. بدا يجهز، ما نعرفش برضه هيبقى جاهز ولا لا، ولو شارك برضه نقدر نثق فيه. الحمد لله عندنا مجموعه من اللاعبين احنا بنثق فيهم كلهم، كل اللي احنا بنتكلم فيه ان اللي هو الافضل فالافضل وجهات نظر، انما ما فيش حد ما نثقش فيه في المباراه دي. انت عندك كمان فارس مفيش، وعندك كمان كنت بتكلم برضه مع كابتن ربيع ياسين، الحالات الدفاعيه اللي هو الحاله الدفاعيه الفرديه اختفت شويه، بقى في دلوقتي مجموعات دفاعيه. فانت كل ما تعمل مجموعات دفاعيه كل ما تقرب من الكوره وكل ما تقرب من الخطوط من بعضها مش طبعاً. هتلاقي تفكير، لكن طبعا لو اديت لفيرجاني ساسي تفكير مساحه تفكير هو لعيب مبدع بصراحه. احصائياتك ايه اللي عندك مخبيه؟ في احصائيه لان هو كان اخر ماتش اللي هو احنا دلوقتي داخلين او من فتره كبيره جدا ندخل اخر ماتش هم فايزين فيه، الماتش الاخير في اللي هو في فاز فيه الزمالك على الاهلي، ده كان وقف سلسله رقم قياسي يعني ربنا يسامحه الحاج حامد حسين، هو قالوا له ان هو اجل بس قد الماتش ده شويه، هو الماتش ده كان ميعاده اصلا اخر ماتش في الدوري، يعني معروف اخر ماتش في الدور الاول واخر ماتش في الدور الثاني. تمام. فهو لو كان الماتش ده اتاجل اتلعب في الدور الثاني كان زماننا احنا استحقينا لكم رقم قياسي نظري، يعني هو رقم بس كده ايه للمعنويات يعني لمده 11 سنه. بالظبط كان رقم الزمالك اللي هو فيه زي ما كانوا بيفتخروا شويه ان هو رقم عندهم رقم قياسي لمده 3997 يوم. تمام. الفتره دي اصلا كان في ستينات اصلا ومفيش كوره اصلا، يعني هو بيفتخروا بتسع ماتشات. في الوقت ان رقم الاهلي اتوقف ده اتوقف عند 16 ماتش. فانت بتتكلم ان هو يعني فرق كبير جدا. والفتره دي بالظبط من اللي هو الفوز اللي هو بتاع البدلاء يعني لغايه اخر فوز ده اخر هزيمه للاهلي اتلعب 16 ماتش منهم 9 انتصارات للاهلي و7 تعادل. في الوقت اللي هو اصلا سلسله الزمالك تسع كلها على بعضها تسع ماتشات اربع فوز للزمالك وخمسه تعادل، ففي فرق كبير جدا في حته ارقام قياسيه دي، معلش ما حدش يتكلم في ارقام قياسيه مع الاهلي يعني. يعني الاهلي في اي رقم قياسي حطه بعد كده حط اي حد بعد كده يعني. قلب اسود قوي. لا طبعا هو مش قلب اسود، هو الاهلي يعني بيبنى عليه الارقام القياسيه. هو لابس اسود النهارده وكرافات. لا وبعدين يعني وبعدين يا كابتن برضه في ناس بتنسى ان هو ما مش يعني الزمالك عنده سلسله تسع ماتشات دي. في الاهلي اكتر عنده 10 ماتشات 11 ماتش 12 ماتش 16 ماتش، فانت عندك اربع سلاسل اطول من اطول سلسله للزمالك. بالظبط. فيعني عشان كده بنقول مفيش اي مقارنه في الارقام القياسيه. بالظبط انا قلت لكم خلي بالكم هو بيتكلم بمستندات وبيتكلم بفيديوهات. يعني دايما بتحدى اي حد يقول غلطني يا جماعه ما تغلطوني يا جماعه مش انا وحش ما تغلطوني. وانا شايل منه فيديوهات قد كده يعني شايل منه والله قد كده والله العظيم يعني قلنا نلطف في الدنيا شويه. خدينا الناس في المونتاج عليه شويه كفايه يا جماعه الفيديوهات. قول لي يا فارس. حابب اتكلم في حته برضو بمناسبه سلسله اللاهزيمه او ان انت تكسر سلسله فوز. دي المدرب ليه دور كبير جدا فيها. مانويل جوزيف 2004 2005 موسم 2004 2005 كان هو خسر المباراه في الدور الثاني في الدوري موسم 2004 2-1 كان قبلها النادي الاهلي ما بيكسبش نادي الزمالك من مباراه 6-1 في فوز مباشر، كان في لو كسب سوبر. بضربات الجزاء في السوبر كان مختلف. مانويل جوزيف قال لهم انا لن اسمح بتكرار هذه النتائج لان هي بتصيبكم بوصمه عار في تاريخكم. بناء على ايه قال كده؟ على الخلفيه التاريخيه للنادي الاهلي. تمام. المباراه دي بقى الجميل فيها احنا كسبناها 4-2 كان عمل فيها مفاجاه، بما ان اللي صارت تتكلم عن فكره مفاجاه مناوره دفع باحمد حسن استاكوزا من كان البدايه دايماً حاجة. جدا كانت اربكت كل الحسابات، وهو حتى شارك في صناعه الهدف الاول لابوتريكا. يعني بص لاعب داخل في المباراه ذهنيا ازاي؟ قال له ما تبصش على تيشيرت الفريق اللي قدامك، انت بتلعب مباراه وديه قصاد اكس. المباراه دي انت مش بس كسبتها، انت بدات بعدها سلسله انتصارات وانهيت سلسله فوز متتالي للزمالك في الدوري 52 مباراه. 52 مباراه. فانت بتتكلم في مدرب وبدات تبني عليها شخصيه ذهنيه للفريق استمرت لسنوات، تخيل قد ايه المدرب مؤثر؟ مدرب مؤثر جدا كل حاجه في الكوره طبعا. فاتمنى لسارشي هو برضو داخل احنا برضو في عمالين نختلف على اجاي ما بنختلف طبعًا على مين طبعًا هيلعب هنا ممكن يعمل لنا مفاجاه ايه لسارشي
انا بميل لحته ان مفيش مفاجاه، مفيش مفاجاه بالمعنى الكبير لكلمه المفاجاه، يعني فكره ان صالح جمعه يبدا، انا مستبعد الكلام ده شويه. هو واقعي جدا. هو انا شايف ان هو شكل من اشكال الضغط النفسي على المنافس ويخلي مستر جروس يفكر معاه شويه. وانا اتفق مع فارس برضو. مش مفاجاه شويه. يخليه يفكر شويه. وهو يبدو كده بشكل كبير ان هو بيجيد العمليه النفسيه. مطلوب جدا غير ان انت اساسا العمليه النفسيه موجوده اساسا. فالموضوع بيساعد. انت هسألك انا لما بيسالك بيقرب الشغل على سيرتك. لا طبعا هو في الحته دي. وعجبني رده في تفاعله مع السوشيال ميديا لما قال انا بتعامل مع السوشيال ميديا مش هي اللي بتحركني. انا بتعامل معاها مجرد اطلاع على اخبار، انما انا راي الجمهور زي ما بحبش اسمع منه المدح ما اسمعش منه الذم. الاثنين، انا النهارده اللي هيمدحني بكره هو اللي ممكن يذمني. العقلية دي مهمة جدا جدا جدا، واتمنى ان هي تكلل بقى بان هي تترجم بكرة، لان اعتقد ان احنا هنبقى مقبلين وقتها على برضو انتصارات وترسيخ اكتر لفكرة شخصية الاهلي مع لاسارتي. لازم كل مسؤول لازم يكون عارف، هو الوحيد اللي عارف ادوات نجاحه فين. طبعا. لكن انا اقعد اسمع للتاني، اسمع لازم اسمع، مفيش مشكله، ولازم اسمع ده بيقول ايه وده بيقول ايه، ده بيقول عليه بالايجاب وده بيقول عليه بالسلب، لكن انا عناصر النجاح انا حاططها ورسمها. اعتقد ان هو لاسارت من الشخصيات دي، زي ما انا جوزيه، مهما كنت تقعد تدن في وداني اساسا، هو عارف هيعمل ايه وعامل سيناريوهات كتير جدا وبينزل بيعملها وبيكسب الراجل وبينجح في الاخر. فكره ان ده اصعب اختبار وتقول على كده. فلاسارتي هيفرق معاه كتير في دفعه نفسيه، هو مدرب كويس جدا، بس انت ممكن بعد هزه زي ده الاوراق تبدا تختلط عليك، فده اللي لاسارتي ان شاء الله يقدر يجنب الاهلي ويجنب نفسه ان هو يقع فيه. كنت كاتب حاجه جميله جدا يا فارس على الفيسبوك عندك، كيشو برضو حضرنا، كنت كاتب ان لاسارتي شخصيه كبيره جدا وشخصيه مؤثره جدا وشخصيه مدرب كبير او جاي يعمل شخصيه بطولات. مدرب النادي الاهلي. فحتى بصرف النظر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله المباراه النادي الاهلي مش هيخسر باذن الله ان شاء الله. قال حتى لو حصل حاجه قدر الله ما يعني خلونا دايما في ظهر لاسارتي. وده اللي بياكده السوشيال ميديا، اللي هنشوف مع بعض شويه سكرين شوتس اللي احنا واخدينها من السوشيال ميديا كلهم بياكدوا نفس المعنى ده. يعني ده عشان كده باكد ان هو نضج بالسوشيال ميديا اهلاويه بصراحه، كل الناس متفاهمه. طبعا احنا كلنا عايزين الاهلي يكسب، بس متفاهمين ان ممكن لا قدر الله يكون في نتيجه سلبيه، ممكن يتعادل، وده يعني مش مجرد ماتش وان شاء الله هيعدي. يعني في فرق بين ثلاث حاجات فعلا، الخوف والحذر والغرور والاحترام. جمهور النادي الاهلي بيتعامل بحذر وده مهم جدا، وان شاء الله ده حاجه مطمناني برضه. واتمنى واعتقد ان هي مش اتمنى انا اعتقد ان هي واصله للعيبه. جمهور النادي الاهلي وصل من الثقافه لدرجه عاليه جدا جدا جدا. لكن خلينا قبل ما نروح للسوشيال ميديا يا جماعه، ممكن مدرب، ممكن يعني خليك برضه معانا فارس معاك، ياجل تشكيلته او عنصر من عناصر لغايه لما يشوف تشكيله الفرقه الثانيه؟ لا، هو دايما هو حرب نفسيه، بس هو يبقى ما حضرش، بيبقى معتمد طبعا، هو يبقى ما حضرش، هو في الاعلام، بس في الاعلام كده مش عايز يقول غير في اخر مثلا 10 دقائق، اخر ربع ساعه قبل الماتش. لكن هو طبعا بقى محضر، عارف اللي هو تديد التشكيله هتبدا، وقايل اللعيبه ده اللي هيبدا وده اللي بديل وده هينزل انت، يعني كلام بنسبه جوزيه وكلام من ده، بيبقى عارف ان هو في سيناريو للعيبه. كابتن عماد بيقول لك ان هو كنت هنزل، عارف اللي هو في النهايه صفاقسي كان عارف اللي هو هينزل في الدقيقه 45، هينزل في اخر الشوط الاولاني، ايه اللي يحصل، كل واحد عارف ايه دوره في الماتش، هو محضر سيناريوهات. انا معقشه جدا فكره حتى اعلان عن التشكيل كمفاجاه للاعبين عشان احافظ عليهم. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مثلا ياخر الاعلان لو عارف تشكيله الاهلي مثلا معروفه. مظبوط. او خلينا نتكلم عشان الزمالكاويه ما يزعلوش، تشكيله الزمالك معروفه تمام والاهلي مستني عشان يظبط عنصر او عنصرين. نتيجه تشكيله الزمالك، تشكيله مستر جروس ثابته، ده مش وارد. بيلعب الاهلي برضه يا فارس، خلي بالك. لا ما هو بيلعب الاهلي عشان كده هيلعب باقوى حاجه عنده، فمش وارد ان هو يضحي باي حاجه من عناصره. عشان كده كنت حابب اتكلم برضه في نقطه ما ينفعش نفوتها، كهربا اكتر لاعب مشارك في الدوري في اهداف فريقه، مشارك في 20 هدف، مسجل 10 وصنع 10، رقم كبير جدا. كهربا بيعمل كاتنج انسايد، بتحول لمهاجم تاني في ثانيه، انت بتلاقيه هو والجون. محمد هاني لازم يبقى فيه مسانده ليه، لازم دايما السنتر ميدفيلدر لو في مساحه ان هو يقدر يرحل. كهربا لازم الرقابه عليه تبقى جيده جدا. عندك جيراودو
بيعمل دور دفاعي كويس قوي قوي قوي، عندك رمضان صبحي بيعمل دور دفاعي كويس قوي. مظبوط، هي دي اللي مطمناني شويه. يعني كان ميلاي يلعب جنبه بيميل على ناحيه الكوره بس هي جميله جدا جدا. هي فيها ميزه ان كهربا نتيجه عدم القيام بالادوار الدفاعيه ده اللي بيورط عبد الله جمعه. بالظبط، فاحنا نتمنى ده. حميد احداد بيلعب، ما هي الكوره مايند جيم، حميد احداد بيلعب بيساعد عبد الله جمعه جدا، بس في نفس الوقت ما بيبقاش نفس القدرات الهجومية بتاعة كهربا. فأعتقد إحنا لو اشتغلنا على كهربا كويس جدا إن إحنا نقدر نسيطر عليه، الأهلي هيقدر يسيطر كتير جدا على من قوة نادي الزمالك الهجومية، خصوصا إن أوباما رغم إن أرقامه في المشاركة في الأهداف عالية، ولكن هو بيقابله في النادي الأهلي أحد أقوى المناطق في استخلاص الكرة في النادي الأهلي، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. زون 14 الملعب متقسم ل 18 زون، زون 14 المنطقة اللي بين السنتر ميدفيلدر والسنتر باكس، دي من أحد أصعب المناطق في كرة القدم اللي بيبدأ منها يصنع الفريق الخطورة، دي من أفضل مناطق النادي الأهلي في استخلاص الكرة. جميل. فأنا مبسوط جدا إن النقطة دي شغل مدرب، رغم إن أنت ما بتلعبش بتلاتة وما عندكش اللاعب اللي بينزل يغطي. هي دي معاك يا كابتن جدا، هي بتتعمل بمجموعات دفاعيه مش بلاعبين فرديين. بالزبط. فانا عشان كده برضو الحته دي مطمنوني شويه. بالظبط، الحاله الدفاعيه الفرديه خلصت من الكوره، غير مواقف طبعا نادره جدا، واللعيبه الحريفه قوي بيستغلوا بقى، متمنى يشوف واحد ضد واحد عشان يعدي. احنا وقتنا بيجري، تعالوا نشوف الحالات او اراء الاسئله، اراء السوشيال ميديا، وده مهم جدا جدا معاك يا فارس. هنبدا ادهلنا كده، يلا هنبدا. انا شايف كده قدامي سؤال هنبدا نعرض. احمد حسن كتب حاجه، احنا الجمهور جزء مننا، واحنا من الجمهور، يعني احنا طالعين من الجمهور، فحابين نقول حق هم معانا بمشاعرهم. يعني بيقول البنت مش عاوزه تتولد غير والاهلي اول الدوري، مريومه يا خطيب. فحلوه جدا، وحلوه ان الاهلي كمان يبقى شغلك حتى في حياتك الشخصيه. ده بقى جزء فعلا فكره الفخر، ان انت الموضوع مؤثر عليك مش مجرد نادي بتشجعه. انا عرضت امبارح حاجه عظيمه، عرضت امبارح صوره لمحمود اعتقد من هنا في العريق الفرح بتاعه. سايب عروسته ماسك تيشيرت الاهلي يا فارس وبتصور تيشيرت. مظبوط. يلا كيشو. عمرو فهمي، أمير كابتن فهمي. أمير فهمي، أمير فهمي. حمدي الصافي مدرب بنات النادي الاهلي، حمدي بطل كلاعب وبطل كمدرب وعهدناه بطل في كل الاوقات، مبروك يا كوتش. تمام، يلا فارس. يجي حسن فكري من الاهلاويين المحترمين، يعني بيقول لا يمكن تحقق اي انتصار بدون احترام قدرات منافسك، ارجوكم بلاش نبره الثقه الزياده دي، واعلموا ان اذا الشعور ده وصل للمنظومه الفنيه جهاز ولاعبين لن نحصد سوى الخساره، استحاله تنتصر على منافس انت لا تحترم قدراته. وللعلم الفريقين حاليا متكافئين تماما، يعني الثقه الزياده دي ملهاش اساس اصلا. مساء الفل يا ابو علي يا حبيبي حسن. كلام جميل وكلام محترم. بالمناسبه احب اعزي الاستاذ احمد رزق، شخصيه محترمه جدا واهلاوي من الناس المؤثره معانا كلنا، يعني في وفاه المغفوره له والدته، يعني فنحب نعزيه. يعني قدام الله. كان معايا خالد بيبو امبارح، رد على كلام حسن قبل ما ناخد سلمى. سلامه اسف. بيتكلم عن ان دايما الاهلي يا فارس، دايما الاهلي بيحترم اي خصم بيلعب وخصوصا نادي الزمالك. اكيد كان دايما بيقول بياكد على حته الاحترام اللي هو خايف منها. حسن ان شاء الله مش هنخاف باذن الله وبنحترم كل الخصوم. يلا سلام. سلام عاطف، كتبت هنا قبل ذهاب نهائي افريقيا ان نتيجه الماتش مش هتحدد بطل افريقيا وقد كان. كذلك ماتش الاهلي والزمالك مش هيكون ليه اي دور في تحديد بطل الدوري من وجهه نظري، مجرد ماتش بثلاث نقط ممكن يتعادل وهيبقى الفرق 2 بونت بس، والاهم والامور مش هتبقى صعبه، يعني لو كسبنا ممكن نوع ماتشات بعدها عادي، فبلاش الجمهور يوصل اللعيبه ان الفوز بالماتش ده يعني الفوز بالدوري، والفوز بالديربي اهم من الفوز من الدوري. الجمهور بقى واعي قوي يا كابتن. قوي. الجمهور بقى واعي جدا والله. الجمهور بقى من الثقافه ان هي تكفينا، ممكن يدير مباراه اساسا، بس نفسي اعرف مين اخترع البونت والبونتين بوينت. هي بوينت. بوينت. حرفت بقى. طب دي هنقراها ازاي يا جماعه؟ شروق حربي في اهلي كوماندوز بتقول حاجه كده زي حسام عاشور، نهله سامح الكابتن وتصل الى البطوله 46 مع الاهلي، حاجه مدعاه للفخر والله الفريق بتاع ما شاء الله. يلا كيشو. عمرو حافظ، نعم ويحيى الاهلي وعلى جميع السرنجاتي. حلوه دي جدا، يعني كابتن بتحييك. ليه كده بتجري ليه؟ يعني بتاخد بتاع على الدنيا السلنكاتي و ايه الدنيا السلنكاتي؟ نعم ويحيى الاهلي. في فيلم كده. يلا بينا.
يلا بينا. غمري صديقنا العزيز يعني بيقول احنا في منطقه تانية خالص يا اخواننا والله. احمد الغمري حبيبنا. كانت صوره محترمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. الجميل ان هي رد فعل جماعي مش متفق عليه مش معلن، هي وليدة اللحظة يا جماعة. ان يبقى الموقف بالشكل ده شيء في منتهى الاحترام. حاسسك بقرار فيتو يعني حد بص حلو. والجمهور التزم، والفكره ان الجمهور التزم. جميل. والفكره ان الجمهور التزم. انا قلت انا لو انا مش مصري وشفت الصوره دي انا حاسس ان ده فيتو. وكل واحد ليه انطباع على وشه فارس. يعني كل واحد ليه انطباع على وشه. تشوف انطباع كابتن محمد مرجان غير انطباع كابتن خطيب غير انطباع مين اللي في الصوره تاني. مجلس الاداره كله يعني مجلس الاداره كله. دكتوره رانيا. دكتوره رانيا طبعا. مين تاني؟ مين يا جماعه انتوا شايفين؟ لا هو المجلس كله موجود يعني. استاذ محمد دماطي. استاذ طارق انديل. استاذ محمد دماطي طبعا. محمد سراج. محمد سراج بصراحه صوره فعلا مش ممكن طبعا. قمه الادب وكده طبعا. ده الطبيعي بتاعنا. طبعا. في حاجه ثانيه؟ ما في شويه سكرين شوت. عبد الرحمن محمد يعني صديقنا ولا فرحه تقول بعد ال 90 ولا فرحه بفوز بكل البطولات التسوى دخلت ابن على امه عشان تبقى دي احلى هديه ليها في عيد الام. بجد الف شكر لكل الناس اللي دخلت وفضلت ماسكه الموضوع ده وبنحاول مره واثنين و10 لحد ما خرجوا الشباب الاهلي. طبعا ده الحمد لله بتكلم على الخروج لاي حد. ومجهود رائع من مجلس الاداره ان فعلا ما فيش اي مشكله بتثبت ان هو يستحق اي او تقع عليه اي عقوبه. بالزبط. الناس ما بتتاخرش. واستاذ محمد رشوان المحامي للامانه يعني عامل مجهود رائع جبار وعظيم يعني. اقل من حقهم. اتفضل يا فارس. هنيجي بقى للاهلي اليوم. بتتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ بتقول المفروض الراجل ده يدي دروس في كيفيه التعامل مع الخصم العظيم ده. اصبح من عمده الفريق يتحط في الجهاز الفني وتحط معاه اي حد اسطوره في الكوره وفي الاعلام وفي الاداره وفي النفسيات وفي اي حاجه ليها علاقه بالمستطيل الاخضر والكوره. طبعا كلام رائع في حق كابتن سيد عبد الحفيظ اللي احنا جمهور النادي الاهلي كله بيقول له. جمهور النادي الاهلي عارف انت بتعمل ايه وبتتحمل ضغوط قد ايه ومقدرين جدا ان انت ليك دور كبير جدا 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 في ان انت شلت ضغوط على الفريق وخدتها كلها على نفسك. كفايه ان جمهور الاهلي هو كفايه ان كابتن سيد اكتسب حب وعشق كل الجماهير الاهلاويه دي. خلي بالك وزي ما اللعيبه والمدرب والجهاز الفني اجتهد داخل الملعب كابتن سيد اجتهد كتير خارج الملعب بصراحه. أكيد. له دور كبير في ال تحمل على نفسه. هو خد الموضوع رفع الضغوط عن كل الناس وخدها على نفسه. اكيد. يلا اهلي ديفلز. الصوره فيها دولاب بطولات المسمار اللي هو كابتن حسام عاشور طبعا. الصوره دي فيها دولاب بطولات. الصوره فيها دواليب بطولات. دواليب بطولات. بطولات فعلا ودواليب. عندنا حاجات عظيمه. لاعبين تاريخهم يعني مشرف والله. انتوا كمان بنتشرف بيكوا دايما. احنا كنا سعداء جدا الكابتن معاك وانا كنت سعيد اني موجود مع قيشو وسعيد بردود افعال الناس على السوشيال ميديا. بجد احنا نتمنى ان احنا نكون بنمثلكم بالشكل يعني اللي انتوا تشوفوا حتى ان هو لائق بيكم بنسبه حتى قليله من اللي انتوا بتشوفونا فيه ان شاء الله. اكيد يعني انا بصراحه انا فخور. انا فخور ان جزء من السوشيال ميديا الاهلي. السوشيال ميديا الاهلي محترمه. السوشيال ميديا فارق عن اي حد تاني مع احترامي لاي منافس. احنا ناس محترمه. ناس فينا حتى لو في يعني والله بالنسبه للسوشيال ميديا في فتره كان في صفحه من غير ذكر اسماء كتبت بوست غير موفق من راي بعض الناس. الناس كلها انتقدتها. طيب. يعني ما عندناش حته اللي هو فكره الكب ودي اللي هو اي حد يقول اي حد يقول اي حاجه الناس بتمشي وراها. لا احنا عندنا ناس في عقل جمعي. الناس بتعرف بتفكر كويس ايه الصح وايه اللي يتماشى مع المبادئ وايه الغلط. جزء من عائله النادي الاهلي اللي تحدث عنها كابتن محمود الخطيب في شعاره الانتخابي. بالظبط كده. وده لازم نحافظ عليه. واللي اي حد بيخرج عن النص وده وارد وبيحصل وما بننكروش. احنا بنحاول وبنقول ده غلط يا جماعه وبنرفض اي تجاوز ولازم لغه الاحترام تبقى بيننا ان شاء الله. جميل جدا جدا. وهنفضل كده ان شاء الله. ان شاء الله. بتشرف بيك وجهه مشرفه. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كلها الاهلاويه وجهه مشرفه وده الطبيعي وده العادي. نحتفل يوم السبت يا كابتن باذن الله. يا رب ان شاء الله نحتفل احتفاليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب تليق بكل الجماهير الاهلاويه. دايما الاهلي عند الميعاد وعند الوعد. وان شاء الله رجالتنا ان شاء الله يرفعوا راسنا يوم السبت ان شاء الله ويبقوا على قمه الدوري. شكرا جدا. شكرا يا كابتن ليك. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا رجالتنا احمد اسامه وكريم والغمري وشادي. ان شاء الله نتجمع قريب جدا جدا حاجات قويه جدا جدا. استنونا يعني. شكرا جدا. اتشرف بيكم دايما وتصبحوا على الف خير.